الجريدة العملاقة، المساحة الإعلانية المميزة يلي طرحت نفسها بالشارع السوري وبوسط العاصمة دمشق. صدر منها العدد الجديد يلي بيحمل مساحة خاصة لبرنامج صباحنا غير. صار في قبول كتير حلو، لأنه هو العدد الأول كان مفاجأة، ما حدا توقع أنه يكون هيك، فالعالم كتير أعجبت وصار في كتير ناس اهتمت أنه تعلن. طبعاً العدد هو أولاً أكبر من العدد الماضي، فيه نسبة معلنين أكتر ومواد منوعة أكتر كتير، وخاصة هلأ هذا العدد بتخلل فترة الأعياد، ففيه شغلات متميزة ومن أهمها إعلان كتير مميز لبرنامج صباحنا غير. الجريدة العملاقة حافظت على شكلها وتصميمها الفني وزادت إخراجياً بالمساحة لتقدم مساحة أكبر للمعلن السوري. الجريدة تحضيرات الفنية بتكون أكيد مضاعفة وتخصصية أكثر بحكم أنه جريدة مساحتها كبيرة، وبالتالي جمالية أو احتمالية الخطأ ممنوعة بهيك حالة، لأنه رح تكون مضاعفة وكبيرة، وإذا خطأ صغير رح يتكبر. فحاولنا أن عنصر الفني يكون كتير بارع وكتير تعبنا عليه، يكون جميل متناسق حتى اللي يمشي بالطريق يلاحظ الجمالية وما نفقد عنصر الجريدة، يعني ما حاولنا نطلع من روح الجريدة في تصميمنا لهذا العمل. 3 شهور هي المدة الزمنية المخصصة لكل عدد، وهو الوقت يلي بيقدر فيه الناس مشاهدة المساحة الزمنية المخصصة لبرنامج صباحنا غير، واللي بيرافقكم يومياً الساعة 9 صباحاً ليجمع خطوط حكاية وأخبار وقضايا بتهمكم.